اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علينا وسترك الدنيا والآخرة. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك. اللهم آمنا بك فاستجب دعاءنا يا مجيب دعوة المضطرين. هو من أشار على محمد علي باشا والي مصر بفكرة البعثات العلمية إلى الخارج وبالتحديد إلى فرنسا. كان رائدا في التجديد، وكان الشيخ 16 للأزهر الشريف، كان بارعا في علوم الطب وفي الفلك وفي الرياضيات، وبالقطع إلى جانب العلوم الشرعية، فكان حجة وفقيه ومجدد في عصره. هو الشيخ حسن العطار في مصر أرض المجددين. تمثل محور مشروع التجديد عند حسن العطار في الاهتمام بالمدارس الفنية، وفي حث الوالي محمد علي باشا على البعثات العلمية، وفي الانفتاح على العالم. وكان مدركا للواقع وللمآلات، فنراه قد جوز التشريح، وكان عالما موسوعيا بمعنى الكلمة. رحم الله شيخ الإسلام حسن العطار. فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك. أهلا مولانا. الشيخ حسن العطار واحد من العلماء الكبار والمؤسسين للأمور الكثيرة، سواء في الأزهر أو في الحياة أو في الصحافة. بداية، ما هو ملامح مشروع للشيخ حسن العطار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. حسن العطار من النقاط الفارقة في القرن 19. حسن العطار رحمه الله تعالى ولد لرجل مغربي، وكان يعيش في القاهرة، وكان يبيع العطارة، واشتغل الشيخ حسن بالعطارة في طفولته مع أبيه، لكنه حفظ القرآن، وكان أبوه يلحظ فيه أنه محب للعلم، فصحبه معه إلى الأزهر وحضر على المشايخ الكبار. هو مولود 1766، يعني على بداية القرن عنده 34 سنة. مات سنة 1835، يبقى في حدود 70 سنة أو 69 سنة بالميلادي، و70 سنة بالهجري. ففي هذه الرحلة مشروعه التجديدي كان الانفتاح على الآخر، يعني الانفتاح على الآخر، الانفتاح على الوان العريض للمشروع. هو المشروع كان الانفتاح على الآخر. يجب علينا أن ندرك الواقع، يجب علينا أن نستمع إلى العالمين، إلى الشرق إلى الغرب إلى كذا. ولذلك لم يقتصر على دراسة العلوم الشرعية التي تدرس في الأزهر، كان عددها 12 علم أساسي: العقيدة، الفقه، الأصول،
اللغة العربية، النحو، الصرف، البلاغة، المنطق، الحديث، التفسير، وهكذا. يعني علوم تدرس بطريقة السيرة النبوية اللي بطريقة ما. كان يقول لهم لا، لابد من العلوم المساعدة، ولابد من العلوم التي تجعل الإنسان أكثر دراية بالواقع. لابد من دراسة التاريخ، لابد من دراسة الجغرافيا، لابد من دراسة الرياضيات العليا والحساب وكذا، لابد من دراسة الفلك لأجل رؤية الهلال ولأجل مواقيت الصلاة ولأجل يعني معاني كثيرة في هذا، سميت بعد ذلك بعلم الهيئة ودرست فعلا في الأزهر. لابد من قراءة الكيمياء وما يحدث فيها، لابد من قراءة الطب، حتى إنه ألف كتابا ينتقد فيه تذكرة داود، واهتم بهذا الجانب جدا. وحتى لما يعني فتحوا مدرسة الطب في أبي زعبل اهتم بها وعين فيها ناس من تلامذته، الشيخ إمام والشيخ إبراهيم وكذا، لمراجعة الكتب العربية الطبية، مراجعتها من ناحية اللغة. فكانت اللغة الكتب تخرج من طب أبي زعبل محققة محررة، ما فيهاش ولا غلطة، وكانت تطبع في المطابع الأميرية. كل هذا بأس الشيخ حسن العطار. فالمشروع التجديدي بتاعه كان بيتمثل في نمرة واحد، المدارس الفنية. أول من فكر في المدارس الفنية كان حسن العطار. لما استمع له محمد علي باشا عرف انه مختلف، ده شخص مختلف. هو كان ايام الحملة الفرنسية، الحملة الفرنسية جات لنا هنا 98 ومشيت واحد، فهو هرب من طغيان نابليون اللي كان بيقتل 5 علماء كما يقول في مذكرات كل يوم، هرب الى الصعيد، ولكنه رجع بعد ما نابليون مشي. بعد ما نابليون مشي كليبر جه واتقتل، ومينو جه واسلم واتجوز زبيدة بنت البيري، يعني كانت الامور بتخف وما فيش صدام اللي كان موجود ايام نابليون. رجع وجلس مع علماء الحملة الفرنسية واستفاد منهم وأفهم، وكانت له جلسات طويلة. ما هو عنده دلوقتي بقى ايه 35 سنة، وهذا الذي جعله يرسل رفاع الطهطاوي مع البعثات العلمية وينصح محمد علي بهذا، حتى يقصد له كل ما في فرنسا من الجانب الاجتماعي، من الجانب الاقتصادي، من الجانب العلمي، لأنه كان يبحث عن سر قوة الفرنسيين والمفتاح الذي يعني امتلكوه أو عرفوه. في نفس الوقت هو له نحو 30 كتاب في التراث الإسلامي، يعني درسه درسا عميقا، لكن عينه على العصر، وعينه على النجاح والقوة، وعينه على المدارس الفنية، على إصلاح التعليم، على المنهجية والعلوم المساعدة. وكل هذا كان مؤهلا له عند محمد علي أن يعينه شيخا للأزهر. فكان أول يعني والشخص ليست له أصول مصرية بل هو من المغرب يتولى الأزهر الشريف. بعد كده تولى الأزهر الشيخ الخضر حسين من تونس، لكن كان لا مشيخة الأزهر كان هو الشيخ حسن العطار. طيب مولانا، هل فعلا هو يعتبر برضو أول من حول الأزهر من جامع إلى جامعة بالمفهوم المدني الحديث، يعني أشبه ما يكون في ظل المشيخية؟ يعني المشيخية غير المنضبطة، المشيخية المنضبطة. لكن الذي حول من المشيخية إلى الأكاديمية محمد المهدي،
العباسي. مظبوط. محمد المهدي العباسي هو الذي استصدر القوانين، هو الذي رتب التراتيب الإدارية والمالية من أجل نقلة نوعية في الأزهر من المشيخية إلى الأكاديمية. لكن الذي فعله الشيخ حسن العطار أنه دعا إلى هذا التنظيم، رتب، هيئ النفوس للقبول. فما كان الشيخ محمد المهدي العباسي يستطيع أن يفعل ما فعل، وهناك حركة مناوئة لهذا، أو بترى أن هذا فيه تضييع للعلم أو تضييع للأمانة. فجه حسن العطار وأقنعهم أنه لا، هذا هو عين الأمانة وهذا هو عين التطوير، فكان مهيئا للأجواء. وهكذا دائما التغيرات تحتاج إلى زمن. يعني التغيير يحتاج إلى زمن. تأثير شيء والتغيير شيء آخر. التأثير لا يحتاج إلى زمن، لكن التغيير يحتاج إلى زمن. فالشيخ العطار انطلق من المدارس الفنية، انطلق من المناهج العلمية المساعدة، وانطلق إلى الانفتاح على آراء الآخرين، وانطلق إلى إدراك الواقع إدراكا مهما، وانطلق إلى التراث استيعابا ودرسا وتدريسا. طب أستاذ حضرتك بعد الفاصل نشوف ليه بعد جلاء الحملة الفرنسية لكمان وراح ألبانيا رغم هذا المشروع العلمي والنهضوي المهم. أستاذ حضرتك بعد الفاصل إن شاء الله، أرجوكم ابقوا معنا. أوصاهم بزراعة وحفظ كتاب الله، فحولوا بلدتهم لساحة خضراء تسر الناظرين، فأصبحت الزراعة حرفتهم وغايتهم هي حفظ كتاب الله. هذا هو حال أهل قرية الحجاجية القديمة بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، والتي هي مسقط رأس الإمام حسن العطار العالم المصري الأزهري الكبير. الشيخ حسن العطار وصى أحده أولاده بحاجتين مهمين قوي، دراسة علوم الأزهر والزراعة. وأيضا كان من ضمن وصايا الإمام الأكبر فضيلة الشيخ حسن العطار، من يتعلم في الأزهر ويحفظ القرآن الكريم يميز بقطع أرض، نظرا لتفانيه في تحصيل العلم في الأزهر وحبا في التعليم في الأزهر. أبناء القرية يفتخرون حتى الآن بكونهم أحفاد الإمام حسن العطار، فبأحد المواقع المميزة داخل القرية تجد دوار العطار والذي أقامه أحفاده باسمه حفاظا على سيرة الإمام العطرة. كما يوجد مسجد كبير يحمل اسم الإمام حسن العطار داخل مدينة فاقوس. الإمام هو مصدر عزة وإلهام وعنوان للعلم والعلماء لأهالي محافظة الشرقية ولمصر كلها. الحافظ الدكتور عايز أقف مع حضرتك عند يعني توضيح معلومة، هل هو بعد الحملة الفرنسية مباشرة الشيخ حسن العطار سافر إلى ألبانيا ولا قعد في مصر شوية بعد كده التقى محمد علي، وحتى محمد علي يعني كان بيطلب منه بعض الاستشارات أو الطلبات فيما يتعلق بالبعثات العلمية؟ هناك في تاريخ المسلمين ما يسمى بالرحلة في طلب العلم، والرحلة في طلب العلم ألف فيها الخطيب البغدادي هناك في القرن الخامس الهجري. الرحلة في طلب العلم كانت جزء لا يتجزأ من التكوين العلمي. هو سافر هذه الرحلة، سافر إلى ألبانيا، سافر إلى تركيا، وسافر إلى مكة، وسافر إلى الشام، يعني لف كثيرا في البلاد من أجل لقاء العلماء، أجل أن السفر فيه السبع فوائد اللي قالوا عليها، اللي من ضمنها لقيا الماجد، ويعني الأماجد، من الاستفادة من خبرتهم. فالسفر الذي قام به حسن العطار كان جزءا لا يتجزأ من مشروعه التجديدي. لما جه رفاعة سافر في 26 تقريبا وعنده 25 سنة بأس حسن العطار. حسن العطار هو
اللي نصح محمد علي بالبعثات العلمية لما رجع. حسن العطار اللي نصح محمد علي أن يكون رفاع الطهطاوي ضمن الثلاثة الذين يتولون الجانب الديني في البعثات. حسن العطار اختار رفاعة لأنه كان عنده ملكة لتوصيل المعلومات إلى الشباب، فلفت نظره، لأنه هذا جزء مشروعه التجديدي اللي هو فتح القلب على الآخرين والاستفادة وبناء الجسور. فكل هذا كان بيد حسن العطار. أحكي لك حكاية عنه برضو هتفيد في إدراك مشروعه العلمي وكيفية التعامل مع الأحداث. في طب أبو زعبل كان فيه راجل طبيب، وكان طبيب محمد علي، ولكن كان أستاذا في الطب، اسمه كلود بيك، اللي هو لغاية النهاردة في شارع اسمه كلود بيك في العتبة كده، واخد بالك، اسمه كلود بيك. كلود بيك ده أستاذ في الطب. ف بيدرس ايه بقى للطلبة؟ درس التشريح، بيدرس مادة التشريح. مادة التشريح مادة لازمة، لكن بعض الناس يرى ان فيها إهانة لجثمان الميت، وهذه الإهانة تمنع الطبيب من القيام بالتشريح. وطبعا العلماء الراسخون يرون انه ده من اجل المصلحة، هذا ليس تمثيلا بالجثة، هذا من اجل ان نتعلم كيف نتعامل معه، كيف نحدد إذا ما كان هناك عدوان أو إذا ما كان هناك تقصير أو قصور، كيف نتعامل معه في ضبط الجريمة أو تهمة الخلق يعني. ومن هنا نشأ الطب الشرعي، والطب الشرعي أصبح في العالم كله يعني طب متفرع ويقيني، لدرجة أن حضرة القاضي أول ما يقرأ تقرير الطب الشرعي على طول يحكم بالحق، يحكم بما هو فيه إنصاف وعدل أو أقرب إلى ذلك. كلود بيك النهاردة يا أولاد التشريح، وجاب جثة عشان يشرح. فبعض المتشددين اللي هم مغلقين قام عايز يغزه بسكينة، غزه كلود بي. الحادثة عجيبة غريبة، يتعرض فيها كلود بيك لعدوان أحد طلب. طلبة كلود بيك أحاطوا به ومسكوا بالولد ومسكوا إيده ومسكوا السكينة وكذا إلى آخره ومنعوه. أنا لازم أقتل المجرم ده اللي بيشرح في جثث الناس. سمع بيها الشيخ حسن العطار وهو شيخ الجامع، راح واخد بعضه وراح لطب أبي زعبل وبين لهم الفتوى الصحيحة من شيخ الإسلام. وكانوا ساعتها بقى في هذا العصر يعني شيخ الإسلام ده يعني مسموع الكلمة، وعلى طول يقول لك إيه، فأفتى الشيخ الزيادي بكذا فهدأت الفتنة كده مباشرة، لأنه ما همش يعني ده راجل ملوش فيها ناقة ولا جمل إنه هو يقول حلال على الحرام أو حرام على الحلال، ده بيفتي لوجه الله. فذهب الشيخ حسن العطار وأفتى لهم في طب أبي زعبل، مش أصدر فتوى وهو هنا شيخ وبعتها لهم، لا ده راح لهم هناك الطب. والتقى بكلود بيك والتقى بالأولاد اللي دفعوا عنه ومدحهم وطيب خاطرهم
والتقى بالولد اللي المقبوض عليه في حادثة جلود بيك علشان يقنعه انه لأ يا ابني انت غلطان وانت اللي انت عملته ده هو مخالف للشريعة وانه التشريح ليس فيه شيء. وفعل هذا فهدأت الفتنة. يا سلام. الفتنة اللي كان بيرتب لها بعضهم انهم يحدثوها ظانين انها يعني تقربهم الى الله، بيّن لهم الشيخ بطريقة عملية بس بطريقة الحقيقة فيها رقي، يعني يكونوا ينتقل من أجل الدفاع عن هذه المبادئ العليا. فهمهم. ده بيديلك فكرة عن مشروعه التجديدي. الشيخ العطار كانت عنده مكتبة من الكتب المترجمة في شتى العلوم، كان موسوعيا وشهد له بالموسوعية كل من عرفه. عشان كده كان هو بالتالي أول مؤسس لصحيفة في مصر والعالم العربي اللي هي الرسمية الوقائع المصرية. كان هي الجريدة الرسمية وهو الذي أنشأها. ولما رجع رفاعة ولاه رئاسة التحرير. بارك الله فيكم في الدكتور. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا لحضرتك. مرحبا. شكرا موصول لحضرتك. إلى اللقاء. من السلوكيات الخاطئة الإهمال في المال واستعمال المرافق العامة كأنها ليست ملكا لك، والحقيقة أنها ملك للمجموع وأنت فرد من هذا المجموع. يجب عليك شرعا أن تحافظ على المال العام وعلى المرفق العام كأنها من مالك الخاص. يا رب سألتك الخشوع في الصلاة، فاللهم ألق في قلبي الخشوع وعلمني الخشوع واجعلني من الخاشعين، وأدم علي هذا يا رب العالمين حتى ترضى عنا يا كريم.